سأنتقل الآن إلى معالي المهندس هاني محمود. أحد الأسئلة، وكلنا على فكرة سنطرح تقريبا أسئلة متشابهة وسنسمع من الجميع. السائل يسأل: كيف يمكننا ضمان وجود معايير عادلة لقياس المهارات من أجل التوظيف في الحكومة؟ نفس الكلام اللي تحدثوا فيه الإخوة، إنه الموضوع سيكون فيه ربما عدم موضوعية وصعوبة في قياس هذه المهارات خاصة في القطاع العام. هو الحقيقة السبب أن الأجهزة الحكومية والقطاع العام في معظم دول العالم بيتجه للمعايير المحسوسة والسهلة القياس، زي الشهادة، التقدير الشهادة، يعني مدة العمل الآدمية وهكذا، لأنها سهلة ولا تحتاج لأي مجهود. أما التوظيف بناء على المهارات والجدارات، هو محتاج مجموعة من العوامل التي يجب أن تتوفر في إدارة الموارد البشرية والإدارة العامة لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة أو لهذه الوزارة. من ضمنها هو وضع هذه المعايير. أنا النهاردة عندي ثلاث خطوات مهمين جدا لازم أحطهم أو لازم أنظر إليهم وأنا بأضع الخطة بتاعت التعيين بناء على الجدارات. أول حاجة، ما هي الجدارات المطلوبة لهذه الوظيفة؟ دي لازم تكون موجودة، وعندي مانيوال كده بيديني الجوب بروفايل بتاعت كل وظيفة هحتاج فيها ناس، إيه الكفاءات والمهارات التي تتطلبها هذه الوظيفة. ثاني حاجة هي معايير الجدارات دي، هقدر أقيسها بإيه؟ لما أجي أقول إن فلان ده عنده قدرة على التفكير الاستراتيجي أو قدرة على التخطيط، كيف سأقيس هذه الجدارة عشان أقدر أقارن بين اثنين متقدمين للوظيفة لاختيار أحدهم؟ نمر الثلاثة، يعني أنا النهاردة باجي أقول الدرجة بتاعت الوظيفة دي في التفكير الاستراتيجي أو التخطيط الاستراتيجي لازم يبقى 4 من 5، ده معيار. طيب المعيار الثالث، طب حقيسها ازاي؟ النهاردة بقى عندنا العديد من التولز، سواء تولز إلكترونية أونلاين بتقيس هذه الجدارات والمهارات، سواء اللي بنسميه الاسيسمنت سنتر او مراكز التقييم اللي بتستطيع عن طريق برامج الحقيقة علمية جدا تدي لك القياسات دي، او عن طريق اللي احنا بنسميه كومبتنسي بيزد انترفيو او الانترفيو او المقابلة الشخصية المبنية على الجدارات. بيبقى موجود عندك مجموعة من الاسئلة لكل جدارة من دول، لما بتسأل هذا السؤال الإجابة بتاعت الشخص المتقدم بتوضح لك درجة إجادته لهذه المهارة. وبيزد على الثلاث حاجات دول، لو أنا عندي نوع المهارات المطلوبة للوظيفة، عندي التولز والتكنيكس اللي حقيس بيها، وعندي الدرجات اللي بتاعت المهارة اللي أنا هختار على أساسها، يبقى أنا عندي هذه المعايير ولا أخاف بقى بعد كده أن أنا أختار فلان أو فلان. أصعب كتير من أن أنا أقول الشهادة الدراسية عليها 10 درجات، التقدير عليه 5 درجات، حسن المظهر عليه، ده سهل، ولكن الحقيقة هيجيب لك شخص غير مناسب للوظيفة. شكرا معاليك، وأنت تتحدث عن الإنتاجية والأداء بالتأكيد. الشيخ خلفان ناصر وهيبي من سلطنة عمان، هناك سؤال حول العوامل الكامنة وراء التوجهات المعاصرة للتحول نحو التوظيف على أساس المهارات بدل الشهادات لوحدها. هل تعتقد أن مثل هذا الخيار يناسب طبيعة الوظيفة الحكومية؟ مرة أخرى سؤال حول الوظيفة الحكومية والمهارات، وأنت صاحب تجربة طويلة في القطاع العام سعادة الشيخ. شكرا سعادة الدكتور، وشكرا على المداخلات وعلى اللي طرحوه المتحدثين. حقيقة أنا في عندي نقطتين، وسيقوم أيضا الشيخ سعود بتوضيحهم يصبوا في هذا الجانب. أولا، كيفية إدخال نتائج برنامج الكفاءات في موضوع الجوب كلاسيفيكيشن، في متطلبات شغل الوظائف، وأيضا جاري الآن عندنا تغيير الاختبارات في التوظيف المركزي، وطبعا
هذا التوظيف طلعت عليه كثير من الدول، الأخوة في فلسطين وفي السودان وفي مصر وفي كثير من الدول، وأخذت التجربة أيضا. الآن ما تقوم به السلطنة في هذا الجانب وفي وزارة الخدمة بناء اختبارات، إعداد اختبارات مبنية على المهارات والجدارات، وسيفصل أخي الشيخ سعود في هذا الجانب، سيذكر لكم ما نقوم به. نعم المهارات مهمة، المهارات ذات أهمية، ولكن يتوقف أيضا الأمر كما ذكرنا ماذا نريد للمستقبل. يجب أن نحدد احتياجاتنا الفعلية من الوظائف حتى نحدد هذه المهارات التي تتطلبها. فإذا سمحتوا لي للشيخ سعود سيشارك. شكرا. أسعد الله مساكم. أهلا وسهلا، تفضل. حياكم الله. حقيقة يعني لابد من طبعا على أساس إنه إحنا نعمل يعني بالتقييم وفق المهارات، أكيد لابد من بناء منظومة متكاملة، يعني بدءا من طبعا مثل ما ذكروا الأخوة المتحدثين أصحاب المعالي والسعادة، يعني لابد من أجل إنه إحنا الآن يعني نذهب إلى مسألة الاختيار، لابد من بناء المنظومة من الأساس تحدد هذه المهارات المطلوبة لمختلف الوظائف. وطبعاً إحنا طبعاً كمشروع عندنا في وزارة الخدمة المدنية يقسم إلى جزئين. الجزء الأول الآن الوزارة تبني هذه المهارات والكفاءات وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف، بحيث إنه لكل وظيفة تحدد لها المهارات المطلوبة بناء على دراسات علمية وتحليل، حتى نستنتج يعني من تجارب متواصلة يعني أهم المهارات المطلوبة لهذه لمختلف نوعية الوظائف. طبعا المهارات احنا عارفين تقسم إلى مهارات أساسية وهي عامة طبعا، ولكن هناك مهارات أخرى تخصصية طبعا، بحيث أن لكل نوعية من الوظائف هناك مهارات أخرى تعتبر تخصصية، وهذا ما تقوم به الوزارة حاليا بحيث بيضمن ضمن مشروع تصنيف وترتيب الوظائف. بالنسبة طبعا وبالتالي هذا يأتي بعد ذلك في بناء مشروع الاختبارات اللي هو الآن مثل ما أنتم عارفين أن الكثير أو أشار لحد أصحاب المعالي الوزراء أن هناك الكثير من الاختبارات الآن تعد من قبل شركات عالمية معروفة متخصصة في مجال اختبارات القياس السمات الشخصية والسلوكية، وهي موجودة متى ما عدت الجوب بروفايل لكل وظيفة، من السهل أن بعد ذلك تعتمد أي نوع من أنواع هذه الاختبارات اللي تساعدك على تقييم المتقدمين لشغل الوظائف. وإحنا التحول اللي جالسين نعمله الآن في الوزارة إنه هذه طبعاً هذه الاختبارات إحنا ندرس إدخالها إلى وظائف قطاع الخدمة المدنية، واللي مثل ما ذكرنا إحنا هي مبنية أساساً على تحليل المهارات المطلوبة المختلف شغل الوظائف، وقاطعين شوط جيد، وإن شاء الله نتمنى أن هذا المشروع يعني يرى النور في القريب العاجل. شكراً جزيلاً سعود، شكراً جزيلاً على هذه المداخلة. وطبعاً أنت تحتاج إلى تحديد الوظائف ثم تحليل هذه الوظائف وما هي المهام المطلوبة لهذه الوظائف وما هي المهارات المطلوبة لكل مهمة بالتأكيد. وعادة المهارات تجيب على السؤال كيف، والمعرفة تجيب على سؤال ماذا. وننتقل إلى سعادة الدكتور ماهر اللي أشار في محاضرته إلى تحديات وملاحظات مهمة، والسؤال حول الموضوع كما وردنا طبعا: هل تعتقدون أن التحول للتوظيف على أساس المهارات والمعارف يقود لتوسيع فرص ذوي المهارات في تركيبة موظفي الحكومة ويحسنها، ويزيد من الفرص الإبداعية والابتكارية في ممارسات الوظيفة العمومية؟ يعني هل من تعليق دكتور ماهر حول الموضوع؟ القطاع العام الحكومي يحتاج إلى مهارات ومعارف وابتكارات، هل هذا ممكن؟ أكيد سيدي ممكن، نعم، بعد أن نمر بمراحل اللي طرقها كل زملائنا وممكن أيضا أطرق لها.
أكيد هذا الـ هذا الـ هذا التغيير، هذا التحول للتوظيف الحكومي سيكون له آثار إيجابية على حصول ذوي المهارات على فرصتهم الحقيقية بإظهار مهاراتهم، وبالمقابل سيكون المخرج الوظيفي اللي أنت أشرت له بوضوح، هو هل نريد أن نوظف للتوظيف أم أن نريد أن نوظف لأجل خدمة الموظف لأجلهم لأن هم عامة الناس، أكيد هذا المخرج سيكون أكثر خدمة للناس. والأهم من هذا وهذا، هذا إذا ما استطعنا أن نمضي بهذه الآلية بهذه الأسس، سنوجد تنافسية كبيرة جدا للتغيير الإيجابي، للتغيير في مهارات وقدرات الأشخاص حتى يكون استجابة سريعة لتغيرات الأحداث. هذه مداخلة سريعة، وأكيد نحتاج إلى تغيير فلسفة كاملة في فهمنا لقناعتنا للمهارات، في مسح حقيقي لسوق العمل والوظائف اللي نحتاجها، في بناء مثل ما أشرت وأؤكد على دليل توظيف مرن يستجيب للقواعد الأساسية بالتوظيف بالتوصيف الوظيفي والقواعد المتطورة والتعلق بالمهارات، وشفافية حقيقية في منح فرص متكافئة للجميع وتطبيق هذه السياسات والإجراءات. شكرا شكرا دكتور ماهر، وانتقل إلى الأستاذ توفيق. هناك سؤال حول التحول إلى أساليب التوظيف على أساس المهارات، قد يتطلب إحداث تغيير جوهري في سياسات تخطيط القوى العاملة وإعادة وضع استراتيجية توظيف مختلفة كليا في فلسفتها وأسسها، ما هو رأيك؟ أكيد أن التحول في أساليب التوظيف على أساس المهارات يحتاج إلى تغيير جوهري في سياسات تخطيط القوى العاملة وإعادة وضع استراتيجية توظيف مختلفة كليا بطبيعتها في فلسفة وأسس، متفق تماما. فالأمر سيتطلب من ناحية أولى وضع الإطار القانوني، يعني وضع النصوص والقوانين المنظمة لعملية إنشاء نظام الوظيف. فمجمل الدول العربية على حد علمي كان مثل المغرب تعتمد على أساس نظام الدرجات والفئات المهنية القائمة على الدرجات والشهادات العلمية وليس على الوظائف، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى تبني نظام الوظائف ووضع الإطار القانوني له، ثم بعد ذلك ترجمته إلى أرض الواقع من خلال وضع الآليات الضرورية لتفعيله. ومن بين أهم هذه الآليات هي مقاربة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات والدلائل، واعتماد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وحصيلة الكفاءات. كما ربما أن الأمر قد يتطلب إحداث جهاز مركزي لاستقطاب وتوظيف كفاءات في نظرنا، ونحن يعني متطلعون جدا إلى تجربة سلطنة عمان التي يعني نعتبرها تجربة رائدة في هذا المجال. جهاز مركزي يستطيع أن يترجم رؤية الدولة في التوظيف. شكرا شكرا التوفيق. بقي لنا أو 10 دقائق، لدي عدد من الأسئلة أصحاب المعالي والسعادة، سأطرح الأسئلة جميعا وسأترك فرصة لكل متحدث للتعليق كتعليق ختامي. هناك سؤال من الدكتور تركي بن عطية القرشي من المملكة العربية السعودية، والسؤال هو: هل يكون الحل هو تحويل التعليم بالجامعات من التعليم فقط إلى التعليم والتدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لعمل موازنة بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني من جهة، ومواجهة التوظيف واحتياج سوق العمل من جهة أخرى؟ سؤال آخر من الدكتور إيهاب المصري من جمهورية مصر العربية، يؤكد على أنه يسأل: هل يمكن عمل تشريع في الدول العربية للتوظيف بالمهارات مثل ما قامت به أمريكا في عمل قانون لتوظيف قانون التوظيف بناء على المهارات؟ لدينا أيضا سؤال من الدكتور همام خوندة، أرجو أني نطقت الاسم بالشكل المناسب، من الجمهورية العربية السورية. السؤال هو: هل المقصود بمعنى آخر أن المهارة شيء ضمني للغير والجدارة هي القدرة الظاهرة للغير، وكيف يمكن تقييم هذه المهارات في إطار سياسات الترقية والتحفيز؟ لدينا أيضا سؤال من الدكتور أحمد العياض،
من جمهورية مصر العربية، هل منظومة إصدار الشهادات تحتاج لتطوير المهارات قبل إصدار الشهادة، أم نحتاج لتطوير جميع أفراد المنظومة لكي تصبح الشهادة مبنية على المهارة؟ وسؤال آخر من السودان، من جمهورية السودان، من الأستاذ مصطفى محمد صالح، هل التوظيف على أساس المهارات يمكن أن يتم لمداخل الوظيفة؟ بمعنى هل الخريج الجديد مطلوب منه مهارات محددة غير الشهادة؟ وهناك عدد من الأسئلة ولكنها في نفس الإطار. أترك الحديث الآن للإخوة المتحدثين. نبدأ من هنا من القاهرة مع معالي المهندس. دقيقتين معاليك. دقيقة واحدة. الحقيقة بس هو المهم أوي في موضوع السؤال بتاع التعليم، هل نحتاج إلى تغيير منظومة التعليم حتى نحصل على خريجين عندهم جدارات ومهارات؟ الإجابة نعم. منظومة التعليم في معظم الدول العربية محتاجة إلى مراجعة شاملة حتى يتخرج الطالب سواء من المدارس الثانوية أو من الجامعة عنده القدرة على البحث، عنده القدرة على إيجاد المعلومة بدل ما تسقى له في المحاضرات، عنده القدرة على تجميع بيانات ومعلومات يستطيع منها أن يضع رؤيته الشخصية للمسألة أو المشكلة أو الموضوع. هذا التغيير يجب أن يتم بأسرع ما يمكن في جميع مراحل التعليم حتى نحصل في النهاية على منتج مميز يستطيع أنه يطلع بجدارات معينة نستطيع أن احنا ننميها في مجال العمل، ولكن مش طالع بمجموعة من المحفوظات ومجموعة من المعلومات الضيقة التي استفاد بها في الامتحان آخر العام ثم يحاول أن ينساها تماما بعد التخرج. شكرا معاليك. والحديث هذه الأيام عن الجلوبال ستودنت أو الخريج الدولي الذي يستطيع أن يعمل في أي مكان. معالي الأستاذ موسى أبو زيد، ختاما الصوت معاليك. بس معليك واضح؟ تفضل نعم. واضح. مهم نكون عمليين. ختامية نعم. عمليين. الحديث عن تغيير استراتيجي ونسف منظومة وأن نأتي بمنظومة جديدة لعملية التوظيف في الدول، أعتقد هاي مسألة ليست بالسهلة وتحتاج إلى سنوات، لكن المطلوب الآن هو إجراء تدخلات إضافية من شأنها أن تعيد النظر في أوزان عملية المعايير التي على أساسها يتم التوظيف في الدولة أو في القطاع الخاص، بحيث يكون للمهارات وزن يمكن المؤسسات من اختيار أو الحكومات من اختيار موظفين الأقدر والأكفأ في القيام بالمهمة المطلوبة. لن يكون بمقدور أمريكا أن توظف فقط استنادا للمهارات في السنوات القادمة، لأن هناك بعض الوظائف التي تحتاج إلى علم وعلوم ولا آخره مثل الطب وغيره، وبالتالي المهارات هي مكملة وضرورية. وأنا من اليوم الأول اللي استلمت في قيادة الديوان كنت أركز على ذلك. هناك مهارات تقنية بحاجتها طبيب، كيف يكون جراح ماهر ودقيق. هناك مهارات إشرافية وقيادية. الحديث عن المهارات ليس ثيم وليس قرار يصدر عن رئيس أو عن هاي عملية، تحتاج إلى دراسة عميقة. ولذلك أنا مباشرة أدعو للمباشرة لتشكيل فريق. التدريب هو مكون رئيسي ومهم لاستمرار وتمكين أي مؤسسة في العالم لكي تكون مواكبة للمتغيرات التي تحدث نتيجة التطورات الهائلة
التي تحدث في العالم نتيجة تطور استخدامات تكنولوجيا المعلومات، وهذا بيحتاج لتدريب، وأيضا ممكن أن ندرب موظفينا على المهارات من خلال تدريب عملي تطبيقي في محاكاة في تعانق للتجارب المحلية مع العالمية لتعزيز قدراتهم البحثية وقدراتهم التحليلية والنقد البناء والتفكير الإبداعي وكل هذه القضايا. تناول هذا الموضوع الحديث فيه يحتاج إلى مزيد من الحوار، مزيد من النقاش، مزيد من التعمق. لا أعتقد إنه هاي العملية تتم ضرب يعني ضربة حظ أو بمفتاح سحري. لا ليس هكذا. يجب أن ننظر نحن كمنظمة عربية الأمر، علينا أن ندرس ونحلل ونخطط ونشوف وين عوامل القوة عوامل الضعف في الدول في لدى كل دولة، ومن ثم نبني للدول هادي ومرشد ودليل معايير وأسس تستعين فيها وتبني توجهاتها استنادا لها. شكرا معاليك، والكلمة الختامية أيضا لسعادة الشيخ خلفان بن ناصر الوهيبي، كلمة ختامية لو سمحت. شكرا سعادتك، وشكرا لأصحاب المعالي والسعادة. حقيقة موضوع المهارات يعني ممكن السير به قدما، وأنا إذا تسمحوا لي أذكر شيء حصل في سلطنة عمان. عندنا كليات سمت كليات التقنية، وعندنا معاهد التقنية تحولت إلى كليات تقنية. عندما التدريب المهني كانت معاهد تدريب مهني وصارت كليات للتدريب المهني. عندما طلب القطاع الخاص أو سوق العمل تطلب في سلطنة عمان إيجاد مهارات معينة واختصاصات معينة، تم تغيير المناهج واستخدام خبراء، وتم دراسة الموضوع وعدلت المناهج وأدخلت التخصصات. ويمكن شيء بسيط أنا أذكره، كان ما موجود شيء تخصص اسمه التكييف والتدريب والتبريد في هذه الكليات، وأدخل وتعطى شهادات من شهادة عامل الماهر إلى شهادة بالدبلوم وشهادة بالبكالوريوس، فتم تحويل المناهج. نعم بمعنى آخر يعني ممكن التغيير، ولكن متطلبات أيضا سوق العمل باستمرار متغيرة، العالم يتغير، وبالتالي علينا أن نواكب هذا عندما نقوم بتحديد احتياجاتنا الآنية والمستقبلية. وعندما تحدد يجب أن يوضع من يستطيع أن يقيم هذه الاحتياجات وما هي المهارات. فيما يتعلق بالشفافية أعتقد الدول العربية في التوظيف تخطت هذا الجانب، وسلطنة عمان تعلم وحصلت على شهادة أممية فيما يتعلق بالشفافية في التوظيف. وكل الدول حقيقة اليوم لا توجد دولة تستطيع أن تطبق نظام توظيف يخلو من الشفافية، لأن العالم كله تغير. أنا أعتقد نعم ممكن السير قدماً. شكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذ الشيخ خلفان. إذا تسمح لي أيضا، أنا أتمنى حقيقة أن تتاح تستمر مسألة طرح الأسئلة إلى المنظمة الموقرة، ومن ثم ترسلوها لنا، وإن شاء الله سيكون التشارك يعني يشكر الناس اللي شاركوا من خارج الحضور هذا، وعندكم أنتم العروض ممكن يعني شكرا تبعثوها تجعلوها متاحة للجميع يعني. شكرا جزيلا. شكرا الشيخ خلفان، شكرا لك، وكلمة ختامية من سعادة الدكتور ماهر حماد جوهان من العراق لو سمحت. شكرا جزيلا سعادتك. ربما أشرنا أنه موضوع المهارات ليس بالجديد، ولكن عموما هو كل تغيير يحتاج لاستجابة، ولكن سرعة التغيير تجعل أنه يجب أن تكون الاستجابة أكثر مرونة. الاستجابة على مستويين، مستوى التوظيف أو التعيين ومستوى التعليم. في العراق مثلا استجابتنا سريعة كانت لتغيير مستويات التعليم، جامعات تقنية، جامعات تطبيقية، جامعات معلوماتية، وبالمقابل نحتاج إلى مستوى استجابة أسرع في التوظيف.
استجابة مع مرونة ممكن أن تتواكب مع سرعة التغيير الكبير. أنا مع السيد المعالي من فلسطين، لن يكون هناك تغيير استراتيجي على المستوى القريب، ولكن أن تبني استراتيجية للتغيير هو الأهم. استراتيجية مرنة تعتمد على دليل توظيف مرن مستجيب وقابل للتطبيق. هناك مهارات مختلفة ولكن كل واحدة يمكن أن تعرف كما هي. شكرا جزيلا سيدي. شكرا لك دكتور ماهر، والكلمة الآن للأستاذ توفيق زروال من الرباط، كلمة ختام. في الحقيقة الإخوان أوفوا الكلمة، بمجمل القول أنه بالفعل يعني لا يمكن الاعتماد على نظام بشكل قطعي تماما، نظام الشواهد أو نظام المهارات بشكل قطعي، فأحدهما مكمل الآخر. فقط كما قال الأستاذ من العراق، يعني يجب أن يكون هناك نظام مرن يمكن للإدارة أن تستجيب للمتغيرات وأن تستجيب لما يدور حولها. ولا أدل على ذلك أن هذه الفترة التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف الدول أثبتت هذا. فيعني أعتقد أنه مثل المغرب جل الدول تكون قد استطاعت أن تعرف أهمية قدرتها على التطور والتكيف بشكل سريع مع ما يدور حولها. فالعالم لم يعد يعني يمشي ببطء بل هو سريع جدا، ومع الأسف وأعتقد أن هذا في كل دول العالم، يعني القطاع العام باعتباره جزءا من الدولة لا شك أنه يتم العمل على إحاطته بمجموعة من الضمانات ومجموعة من الإجراءات والمساطر من أجل ضمان شفافية وتكافؤ الفرص إلى غير ذلك. لكن كذلك يجب إدخال ما يلزم من المرونة ومن السهولة ومن اليسر التي تمكن من التأقلم والتكيف بشكل سريع. شكرا. شكرا. متفق معه أهمية القطاع العام، والقطاع العام أهميته أيضا تكمن في العنصر أو المورد البشري، وبالتالي المهارات هي جزء من هذا التطوير لهذا العنصر، والعملية عملية مستمرة. في الختام وفي ختام هذه الندوة بعنوان التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادات، كل الشكر وكل التقدير لأصحاب المعالي والسعادة الذين شاركونا في هذه الندوة من دولة فلسطين العزيزة، معالي الأستاذ موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، وكذلك الأستاذة علا، ومعنا من هنا من القاهرة من جمهورية مصر العربية مع المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء الإصلاح الإداري حاليا. معنا أيضا كان معنا أيضا سعادة الشيخ خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية المكلف بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية من سلطنة عمان، وكذلك الشيخ السعود. وأيضا كان معنا من دولة العراق سعادة الدكتور ماهر حماد جوهان الوكيل الفني لوزارة التخطيط بجمهورية العراق، ومعنا أيضا سعادة السيد توفيق زروال مدير الوظيفة العمومية بقطاع إصلاح الإدارة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية. تنتهي هذه الفعالية، وبإذن الله نلتقي وإياكم وأنتم في أتم الصحة والعافية بعد أن تزول هذه الجائحة. وشكرا لكم على هذا الحضور وعلى هذا الدعم للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، منظمتكم وبيت الجميع، في رعاية الله. شكرا لكم.